السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح المحاضرة الرابعة في النيورو اناتومي، محاضرة السيريبرام. المحاضرة دي دسمة ومليانة تفاصيل، تمام؟ بس صراحة يعني محاضرة حلوة، وانا بقعد اعيد وازيد فيديوهات والله عشان خاطر انت اصلا تهرب من الفيديو، تبقى انت مذاكر اصلا معايا وتحفظ معايا، تمام؟ يبقى مثلا بعد ما تخلص الفيديو تبذلش مجهود كبير قوي في مذاكرة المحاضرة يعني، تمام؟ وحاول ابسط الدنيا والله قد ما اقدر، فيعني اسمع الفيديو بتركيز، تمام؟ وان شاء الله يعني بعد ما تخلص الفيديو مش هتلاقي انت تبذل مجهود كبير في مذاكره المحاضره، تمام؟ اول حاجه كده صلى على النبي، تمام؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا. طيب عندنا السيريبرام، السيريبرام بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 سيريبرال هيمسفير، تمام؟ خلي بالك من كلمه سيريبرال، احنا بنتكلم عن السيريبرام. طيب 2 سيريبرال هيمسفير، عندي حاجتين، جري موتر ووايت موتر. الجري ماتر دي عبارة عن كورتكس وميدالة، كورتكس وميدالة. كورتكس دي عبارة عن 6 لير من النيرف سيل بوديز، واحنا مثبتين الجري ماتر دي على طول النيرف سيل بودي، لكن بقى ايه النيرف فايبر والاكزون والدرايت والحاجات دي كلها تبع الوايت ماتر. طيب تاني حاجة، الميدالة دي عبارة عن النيوكلياي والبيزال جانجليا، النيوكلياي وبيزال جانجليا، ودي عبارة عن ماسز من الجري ماتر تبقى موجودة في وسط الجري ماتر اللي هي الأساسية اللي عندي. يعني أنا عندي الأساسي اللي هي الكورتكس، جواها في نيوكلياي وفي بيزال جانجليا برضو. طيب نيجي للوايت ماتر، الوايت ماتر دي عندي بتكون سنترال وديب، تكون من النيرف فايبر، وديها 3 أنواع، 3 أنواع دول مهمين، تمام؟ أول نوع اسمه أسوشيشن، تاني نوع كوميشرال، تالت نوع بروجيكشن. طيب الاسوشيشن فايبر، نسيبكم من ان انا كاتبه ده لاني شايف ان انا كاتب حاجه غلط، يعني هي المفروض ايه؟ بتعمل كونكت، تمام، للديفرنت اريا. مش هكتبها عشان هكتبها في كتبها صح انا في التلخيص التاني بتاع الجزء التاني، تمام؟ هي بتكونكت الديفرنت اريا بتاعت ال السيريبرام هيمسفير. يعني انا مثلا عندي ايه؟ سيريبرال هيمسفير الرايت مثلا، في فرونتال وفي برايتال وفي اوكسيبيتال، عايز اوصلهم ببعض، تمام؟ ده هي فكرة الاسوشيشن فايبر، تمام؟ بعدين عندي كوميشرال، كوميشرال دي اللي هي كونكت السيميلار اريا اوف بوث سيريبرال هيمسفير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي في الاول كنت عندي مثلا هيمسفير واحد في مثلا فرونتال وبرايتال واوكسيبيتال، وصلتهم ببعض. لا انا عندي بقى فرونتال في الرايت وفرونتال في الليفت، عايز الاثنين اوصلهم ببعض. عندي برايتال وبرايتال اوصلهم ببعض، عندي اريا مثلا موتور واريا موتور اوصلهم ببعض، وهكذا بيوصل السيميلار ارياز الحاجات المتشابهة. طيب تاني نوع البروجيكشن، البروجيكشن ده عبارة عن اسيندنج وديسيندنج، بيوصل لي بقى السريبرام نفسه ككل بالحاجات التانية، بالسباينال كورد، بالبرين ستيم، بالحاجات دي كلها، بحاجات من بره، ده لايه البروجيكشن. طيب في عندي حاجة اسمها سالكوس او سالكاي، جماعة بتفصل لك السيريبرام او اللي هو الجري موتر بتاعت السيريبرام لجيراي او جيرس، دول هيقسموا لك السيريبرام لاترال ميديال وانفيريو، تمام؟ دول هيقسموا لك السيريبروم للتلاتة سيرفيس دول، فاحنا نمسك اللاترال سيرفيس والميديال سيرفيس والانفيرو سيرفيس وهنقول الحاجات الايه المهمة اللي فيهم، تمام؟ طيب نيجي للاناتومي، الاناتوميكالي بيتقسم الهيمسفير لأربعة لوبس، فرونتال واوكسيبيتال برايتال وتيمبورال، وهم اساميهم واماكنهم برضو من اماكن البونز، فانت مش هتلخبط فيهم. طيب اقول الجنرال فانكشن بتاعتهم كل واحده فيهم، نوع انها جنرال فانكشن. عندي الفرونتال دي موتور، البرايتال جنرال سنسيشن، تمام؟ طيب اوكسيبيتال مسؤول عن الفيجن، التيمبورال والفاكشن وهيرنج، تمام؟ الفرونتال موتور، اوكسيبيتال فيجن، برايتال جنرال سنسيشن، تيمبورال والفاكشن وهيرنج، تمام؟ دول كانوا الاربعه لوبس. طيب في عندي حاجة خامسة، الحاجة الخامسة دي اسمها الليمبك سيستم، دي تبقى موجودة تحت خالص، تمام، في الانفيرو بتاع البرين، وان شاء الله بوريها لكم في الصورة.
الليمبك سيستم ده مسؤول عن البيرسوناليتي والايموشن والميموري ريسنت ميموري والبيهيفيور وليه اوتونوميك فانكشن. تمام، بيعمل حاجات كتيره ما شاء الله عليه. تمام، يبقى انا عندي اساسي فور لوبس. تمام، في حته كده في الانفيرو ممكن اعتبرها اللوب الخامس يعني، اسمها ليمبك سيستم. تمام، لكن اساسي عندي اربعه. والحاجه اللي نسيت اقولها ان الجنرال فانكشن دي اللي هتسهل عليك بعد كده الجدول اللي احنا هنقوله، الجدول الكبير اللي فيه الاريا. تمام، فانت الفرونت مش هنقول حاجه في الفرونت غير الموتور اصلا، والاوكسيبيتال مش هنقول حاجه غير الفيجن والبرايتال سنسوري التيمبرال اولفاكشن وهيرنج. فانت اعرف دي دلوقتي. تمام، يعني خلي دول في دماغك دلوقتي لان دول هيسهلوا عليك. طيب، عندي ثلاثة بولز. تمام، دي عبارة عن ايه؟ زي البوز بتاع الحاجة كده، مثلا ايه اوصفها ازاي؟ عندك مثلا الفرونتال اهي. تمام، البوز بتاعها ده هو ده البول، ادي الفرونتال بول اهو. يعني هنا الفرونتال دي برسمة اهو، مثلا ادي الفرونتال. تمام، البوز بتاعها ده، التيمبرال البوز بتاعها ده، الاوكسيبيتال الحتة دي اسمها البول. تمام، اللي هي البروز اللي في الآخر خالص. عندي ثلاثة، واحدة فرونتال وواحدة للتيمبرال وواحدة للأوكسيبيتال. ادي الفرونتال اهي والتيمبرال والأوكسيبيتال، وعندي اتنين بوردر، أبر بوردر ولور بوردر. عندي تلاتة سيرفيس، دول بقى المهمين بقى، السوبير ولاترال سيرفيس والميديال سيرفيس والإنفيرو سيرفيس. والسوبير ولاترال ده ممكن أقول عليه برضه اللاترال سيرفيس عادي. طيب، نبدأ بقى ايه بقى، نمسك بقى كل سيرفيس فيهم ونتكلم عن التفاصيل اللي فيه. عندي لاترال سيرفيس، اللاترال سيرفيس ده هتكلم عن السالكاي اللي بتقسمه، اللي هي الخطوط اللي بتقسم لي البتاع دوت اللاترال سيرفيس. ولما قسمته بقى عمل لي ايه؟ عمل لي جايروس، او اللي هي المناطق الموجودة في اللاترال سيرفيس ده برضه هنتكلم عنه. تمام، يبقى كل سيرفيس همسك عنده السالكاي جايراي. طيب، عندي اول حاجه سنترال سالكس. سنترال سالكس ده بيبقى موجود فين؟ في نص اللاترال سيرفيس بالظبط، بيبقى موجود هنا، ده السنترال سالكس. تمام، بيقسم لك الايه ال عايز اعمل حاجه كده، اقعد اطلع وانزل كتير. بسم الله، شفت ازاي بقت تحتها على طول. هعمل حركة تانية، ناخد دي كده اهو، نص دي كده اهي، خدها كوبي. يا حلاوة يا حلاوة. يا ما شاء الله. لا والله احسن والله بكتير بقى، بنقعد نطلع وننزل وبتاع تبقى الرسمة قدامك. طيب، عندنا قلنا عندنا قلنا نبدأ من الأول. عندنا قلنا في أقسم بس الأول كده اللوبس عشان خاطر تبقى قدامك يعني أهي. ده عندي الفرونتال لوب. تمام، ده الفرونتال لوب الأخضر، و اللي بالأزرق ده الأوكسيبيتال اللي هو اللي ورا، والأصفر ده برايتل. تمام، عايزين لون تاني، يلا ده ماشي، وآخر حاجة التمبرال. طيب، دول الأربعة لوبس اللي عندي. عندي اول حاجه سنترال سالكس. سنترال سالكس ده اللي في النص ده، اللي بيقسم لك ايه البرين السريبروم او اللاترال سيرفيس لجزء برايتال وجزء فرونتال. تمام، خلينا كده، لا مش دي. تمام، بيقسم لك اللاترال سيرفيس لجزء رايت وليفت. تمام،
اهو ده السنترال سالكس، اسموه لك الفرونتال وبرايتال، تمام. طيب السنترال سالكس ده في سالكس تاني قدامه وفي سالكس تاني وراه، تمام. السالكس اللي من قدامه اللي من ناحية الفرونتال اسمه بري سنترال سالكس، اهو ده البري سنترال سالكس. طب اللي وراه من ناحية البرايتال اسمه بوست سنترال سالكس، تمام. يبقى انا عندي سنترال سالكس، بري سنترال، وبوست سنترال، تمام. طيب في عندي سالكوس تاني اسمه اللاترال سالكوس، اهو ده اللي بيفصل لك الايه، تمام. بص كده اهو بيفصل لك التمبورال دي عن البرايتال وعن الفرونتال، يعني بيقسم لك اللاترال سيرفيس لحاجه فوق وحاجه تحت. التاني السنترال كان بيقسم لك يمين وشمال، ده فوق وتحت، بيفصل لك الايه اهو اللاترال سالكوس، بيقسم لك التمبورال عن البرايتال وعن الفرونتال، تمام. طيب اخر واحد عندي البرايتو اوكسيبيتال سالكس، ده بيبقى ورا كده عند الاوكسيبيتال الغلبانه دي اهي، اهو بيفصلها عن ايه، بيفصلها عن البرايتال وعن التمبورال، تمام. بنقولهم تاني، عندي سنترال، بري سنترال، بوست سنترال، لاترال سالكس، تمام، برايتو اوكسيبيتال سالكس، دول التلاتة الايه يعني المين سالكاي او الحاجة العامة. طيب عندي اتنين تانيين بيبقوا المين جايراي بقى، عندي ادي السنتر اهو، تمام، ما بين السنترال والبري سنترال من اسمها بري سنترال جايروس اهي، المنطقة دي كلها. طيب ما بين السنترال وما بين البوست سنترال اسمها ايه، بوست سنترال جايروس اهي، تمام. يبقى من اسمها سنترال، بري سنترال اسمها بري سنترال جايروس، سنترال وبوست سنترال بوست سنترال جايروس، تمام. سيبكم من الكلام ده، ده بعد ان شاء الله ما نخلص الجدول كده يبقى نكتبهم بس كده عشان تعرف المكان بتاعه بعد ما نشرحها ان شاء الله، ان انت بتقرا البي دي اف تاني كده هتبقى ايه فاهم. طيب عندي بقى نمسك كل لوب ونشوف الحاجات اللي فيه، دي كانت المين الحاجات اللي هي العامه يعني، نمسك بقى كل لوب ونشوف ايه اللي جواه. نبدا بالاول بالفرونتال لوب، ادي الفرونتال لوب، عندي ايه في الفرونتال لوب، اشوف ايه عندي، سوبيريور، احنا في الفرونتال، سوبيريور فرونتال سالكس، سوبيريور فرونتال سالكس، طيب انفيريور فرونتال سالكس، يبقى عندي سوبيريور وانفيريور. اسمولك الفرونتال ايه، سوبيريور فرونتال جايروس، ميدل فرونتال جايروس، انفيريور فرونتال، تمام. يبقى عندي عموما الاثنين، تمام، لو عندي اتنين سالكس هيقسموا لك الجزء ده لايه، لتلاتة، تمام. يبقى عندي واحد اهو سوبيريور وواحد انفيريور، قسمهم لي لايه، لسوبيريور فرونتال، ميدل فرونتال، انفيريور فرونتال، تمام. كده خلص الفرونتال لوب. طيب نيجي للبرايتال، البرايتال اللي بالاصفر عندك واحد بس اسمه ايه، اسمه انتر برايتال سالكس، اهو ده هو الخط ده كله، ده انتر برايتال سالكس، اسمها لك لايه، سوبيريور برايتال جايروس وانفيريور برايتال جايروس، تمام. انتر برايتال واحد بس، فهم يقسموا لك الاثنين بس، واحده سوبيريور وواحده انفيريور اهي. طيب نيجي للتيمبورال، التيمبورال عندي فيها ايه، عندي سوبيريور تيمبورال سالكس، inferior temporal sulcus، تمام. ادي السوبيريور temporal sulcus، inferior temporal sulcus، قلنا تلاتة هيبقى اسمهم لي الايه، قصدي اتنين هيسمون لك الايه لتلاتة، يبقى عندك superior temporal gyrus، middle temporal gyrus، inferior temporal gyrus، تمام. باقي عندي حاجة كده بس هنقولها ان شاء الله، خلاص هنقولها في الميديا سيرفيس مش هنا، تمام. طيب يبقى نقولهم تاني،
عندك السوبيريور فرونتال جايروس سالكس، انفيريور فرونتال سالكس، دي ايه سوبيريور فرونتال جايروس، دي ايه ميدل فرونتال جايروس، دي ايه انفيريور فرونتال. طيب البرايتال انتر برايتال سالكس اسمه لك لايه؟ سوبيريور برايتال جايروس، دي ايه انفيريور برايتال جايروس. طيب التيمبورال سوبيريور تيمبورال سالكس، وده انفيريور تيمبورال سالكس، ده سوبيريور تيمبورال جايروس ميدل وانفيريور. طب ده ايه؟ ده السنترال، وده ايه بوست سنترال، وده بري سنترال، دي ايه بري سنترال جايروس، ودي ايه بوست سنترال جايروس. تمام، ده كده كان كله ايه كل حاجة في اللاترال سيرفس. طيب تخش على ميديا سيرفس، نعمل نفس الحركة دي. حلو، حلوة التكنولوجيا والله. نعملها هنا. تمام، ادي الميديا سيرفس. طيب الميديا سيرفس ده اشوف في ايه؟ اسف الحاجات دي ميديا سيرفس، عندي حاجة أساسية بس هي مش باينة هنا. تمام، اسمها الايه؟ الميديا لونجيتيودينال فيشر. الميديا لونجيتيودينال فيشر ده لو انت باصص من السوبيريور كده على البرين، من السوبيريور هتلاقيه بيقسم لك البرين او السريبرام كده. تمام، شكله كده بالظبط، رايت وليفت. تمام، فاحنا بقى عشان نشوف الميديا سيرفس بنعمل ايه؟ الميديا سيرفس ده اللي هو اللي جوه، فنقوم نعمل الميديا لونجيتيودينال فيشر ده بنفتحه ونشوف بقى الاجزاء اللي جوه اللي من هنا دي. ايه ده فيه ايه؟ اهو بنشوف الاجزاء اللي جوه اللي من هنا دي. تمام، هو ده بالظبط الميديا لونجيتيودينال فيشر. تمام، ما جبتلوش صورة بس يعني اكتب على النت كده ميديا لونجيتيودينال فيشر هيظهر لك بالشكل ده بالظبط. طيب ده اللي بيقسم لك السيربرام الرايت وليفت، بيبقى فيه حاجة مميزة شكلها سي شيب، ودي هنقولها ان شاء الله في الوايت ماتر، اسمها ايه؟ كورباس كالوزم. اهي كورباس كالوزم، ما هي الجزء ده كله. تمام، شكلها ايه؟ شكلها سي شيب كل ده. وفي عندي حاجة اسمها الداين سيفن تقريبا، يعني تبقى موجودة هنا كده في الحتة دي. تمام، بس هي متشالة يعني من الجزء ده، والبرين ستيم متشال، الحاجات دي كلها متشالة. تمام، جايب لك السيربرام بس. طيب دول المميزين للميديا سيرفس، فانت اول ما تشوف شكل كده سي شيب يبقى انت على طول في الميديا سيرفس. تمام، تعرف ان البرين ده مفتوح كده، ده نص برين وده السي شيب اهو، يبقى انت باصص من جوه من الميديا سيرفس. طيب هشوف ايه في الميديا سيرفس؟ شوف اسمها سينجيوليت سالكس، سينجيوليت سالكس اهو اللي بالازرق ده، سنجيوليت سالكس. طيب انفيريورلي تحته هشوف ايه؟ سنجيوليت جايروس اهو فوق الكورباس كالوزم على طول، ادي الكورباس كالوزم اهي. تمام، يبقى عندي كورباس كالوزم، سنجيوليت سالكس، سنجيوليت جايروس اللي في النص. طيب في عندي البرايتو اوكسيبيتال سالكس، بيبقى ظاهر هنا البرايتو اوكسيبيتال سالكس اهو ده. تمام، هو موجود من بره وموجود من جوه برضه، لانه بيفصل لك الرايت والليفت برضه، بيبقى موجود الاثنين. تمام، فبيفصل لك الاوكسيبيتال قلنا عن التيمبورال والبرايتال اهو، ده البرايتو اوكسيبيتال، بيفصل لك الاوكسيبيتال عن البرايتال وعن الايه التيمبورال. طيب عندي حاجة تانية اسمها كالكراين سالكس، ده بيبقى موجود فين؟ احنا قلنا لو فاكرين الاوكسيبيتال كانت وظيفتها ايه في الجنرال فانكشن؟ مسؤول عن الفيجن. ايه فين؟ مسؤول عن الفيجن. تمام، فانا بقسم الاوكسيبيتال نفسه اهو، دي كل دي الاوكسيبيتال
بقسم الأوكسيبيتال بالكالكراين سالكس لجزء سوبيريور وجزء انفيريور، تمام؟ بقسم الفيجوال اريا، السوبيريور دي ليها فانكشن والانفيريور دي ليها فانكشن، تمام؟ مش مهم دلوقتي. يبقى عندي الأوكسيبيتال كلها بتقسمها لي جوه كالكراين سالكس لسوبيريور وانفيريور، تمام؟ تقسم لك الفيجوال اريا. طيب عندي حاجة مهمة جدا اسمها البارا هيبو كامبال جايروس، تمام؟ اسمها كبير اهي، موجودة هنا البارا هيبو كامبال. دي بتبقى مسؤولة عن ايه؟ هي والسينجوليت جايروس ما بيكونوا لك الليمبك سيستم، لو فاكرين الليمبك سيستم اللي قولنا عليه، يبقى هو ده البارا هيبو كامبال، تمام؟ والسينجوليت جايروس اللي فوق ده، هما دول الاتنين اللي بيعملوا لك الليمبك سيستم، من اجزاء الليمبك سيستم. في حاجه تانية الدكتور قاليها بس هي مش موجوده في الرسمه هنا، اسمها مارجنال سالكس. المارجنال سالكس ده بتلاقيه بيكمل مع السنجوليت، يعني المفروض ان هو كده بيجي من هنا بعدين بيكمل كده، المفروض السنجوليت يخلص هنا يعني في الحته دي كده، تمام؟ هو ده المارجنال سالكس. اكتب برضه على النت كده مارجنال سالكس، هيطلع لك شكله بالمنظر ده، تمام؟ بس هو مش متعلم هنا كده. خلص الـ ان ميديا سيرفس، نعيدهم تاني يلا موراناش حاجة. عندنا السنجوليت سالكس، تمام؟ اهو، واللي هنا بيكمل معاه المارجنال سالكس و سنجوليت جايروس، تمام؟ ادي الكوربس كالوزم السي شيب والبارا هيبو كامبال جايروس، تمام؟ بس كان في والكالكراين سالكس. الكالكراين ده بيقسم لك الاوكسيبيتال سوبيريور وانفير، بس كده، تمام؟ كده خلص الميديا سيرفس. راح اشرب بقى ميه بس كده واجي. انا كمان ما شاء الله كنت عامل كوبايه قهوه بس نسيتها من جنبي، تمام؟ وزمانها بردت بس حلوة يعني، حلو. لازم المحاضرة يبقى معاك حاجة، قهوة، شاي، أي مشروب بتحبه، عشان خاطر الفيديو ممكن يطول، وبصراحة المحاضرة يعني محتاجة تركيز يعني. نيجي للإنفيريور سيرفيس، والإنفيريور سيرفيس ده سهل خالص، مفهوش تفاصيل كتير. طيب الانفيرو سيرفس، الانفيرو سيرفس ده عبارة عن جزئين، تمام؟ جزء اسمه اوربيتال بارت، والجزء التاني اسمه برايتو اوكسيبيتال بارت. برضه عشان تبقى متخيلها معايا، بص احنا عملنا ايه؟ ادي مثلا البتاع دوت السريبرم اهو، احنا عملنا كده، قسمنا السريبرم كده، تمام؟ قسمناه، فهشوف ايه عندي؟ هشوف حتة من الاوكسيبيتال، ببص من تحت انا، حتة من الاوكسيبيتال وحتة من التيمبورال وفي حتة صغيرة من الفرونتال، تمام؟ ادي المنظر اهو، اوكسيبيتال تيمبورال فرونتال، تمام؟ دول اللي هم اهو، ادي الفرونتال اهي، ودي التيمبورال، ودي الاوكسيبيتال، تمام؟ ده الانفيرو سيرفس. طيب ال اوربيتال بارت ده الفرونتال، تمام؟ ليه حاجه طبعا علاقه طبعا الاوربت وكده، فاسمه اوربيتال بارت. طيب التاني اسمه تيمبورال واوكسيبيتال، جزء من التيمبورال وجزء من الاوكسيبيتال. طيب فيهم ايه؟ عندي في الاوربيتال بارت هشوف اتش شيب، اتش شيب اهو، حرف الاتش ده، الاتش شيب ده اسمه ايه؟ اسمه اوربيتال سالكس، من اسمه في الاوربيتال، اوربيتال سالكس، بيقسموه لي الايه؟ الاوربيتال جايروس اهو، واحده انتيريور، واحده ميديال، احنا هنا ميديال ده جوه، تمام؟ واحده لاترال، واحده بوستيريور، تمام؟ مش مهم تعرفهم يعني، المهم بس تعرف ان في اوربيتال سالكس بيقسموه لك الاوربيتال جايروس. طيب نيجي بقى للايه؟ الجزء اللي جوه ده، هشوف ايه؟ هشوف كولاترال سالكس، كولاترال سالكس، فين الكولاترال سالكس؟ اهو، اللي هو ده،
ده الكولاترال سالكس، تمام. بيكمل معاه فوق حاجة اسمها رينيال سالكس الصغير ده، يبقى واحد صغير فوق اسمه رينيال سالكس، وده الكولاترال سالكس الكبير. دول من جوه. طيب من بره هشوف ايه؟ هشوف عندي بارا هيبو كامبل اسمه ده، هسيبكم من دي دلوقتي. تيمبرو اوكسيبيتال سالكس، تيمبرو اوكسيبيتال سالكس اهو، كل الكبير ده كله تيمبرو اوكسيبيتال سالكس. يبقى انا عندي تلاتة سالكس، رينيال سالكس فوق صغير، تحتيه كولاترال، تمام، اللي من بره ده اللاترالي، تيمبرو اوكسيبيتال سالكس. طيب هشوف عندي جيرس مهم جدا اسمه البارا هيبو كامبال جيرس، ده اللي قلنا بشوفه في الميديال سيرفيس من جوه، من تحت قصدي، تمام. ادي اهو من جوه اللي هو ده الميديال سيرفيس اهو ده، تمام، من جوه ومن تحت اهو، من جوه ومن تحت، بارا هيبو كامبال جيرس، تمام. دول الحاجات المهمة اللي تعرفها. في حاجتين تانيين ما لهمش الدكتور بس انت عارفهم يعني عادي. هنا احنا قلنا ده التيمبرو اوكسيبيتال سالكس، دي اسمها تيمبرو اوكسيبيتال جيروس لاترال، تيمبرو اوكسيبيتال لاترال، وتيمبرو اوكسيبيتال ميديال، تمام، جيروس. يبقى عندي التيمبرو اوكسيبيتال سالكس بيسموه لك واحده لاترال، تيمبرو اوكسيبيتال لاترال، وتيمبرو اوكسيبيتال ميديال، ودي البارا هيبوكامبل، تمام. وفوق عندك الاتش شيب اللي هو الاوربيتال سالكس بيقسم لك اوربيتال جايرس، تمام. كده ايه، خلصنا الانفيرو سيرفس. طيب عندنا ايه بعد كده؟ اه تمام. طيب نرجع عادي. قلنا أول حاجة اللي هي الانترودكشن، بعد كده اللاترال سيرفيس، تمام، الميديال سيرفيس، وبعدين الانفيرو سيرفيس، وهنا التلات رسومات مجمعهم، ده اللاترال وده الميديال وده الايه الانفيرو. طيب في عندي حاجة اسمها اللاترال فينتريكل، تمام، وده بيكون شكله سي شيب، برضو بيبقى موجود في الميديال سيرفيس، بيبان في الميديال سيرفيس. اللاترال فينتريكل ده الاضلاع بتاعته ايه، او الحدود بتاعته ايه يعني، عندي انتيريور ليه فرونتال، والتيمبورال انفيريور ليه، الاوكسيبيتال بوستيريور، والبرايتال دي بتمثل الجزء البادي بتاعه، تمام اهو. هتلاقيه في الميديا سيرفيس، تمام، بيبقى مكانه اللهم صل على النبي، كان فين، كان تقريبا مكانه هنا، اه مكانه هنا عند تحت الكورباس كارلوزا، وهنا لو فاكرين كان هنا البرين ستيم، تمام، وادي هنا السيريبيلوم، كان في هنا السيرد فينتريكل، هنا كده السيرد فينتريكل، وهنا تحت ما بين الاتنين دول كان الايل فورس فينتريكل اللي هو الرومبويد الفصة، وفي الاكويدكت السيريبرال اكويدكت، السيريبيلر اكويدكت، تمام، اللي كانت بتوصل لك السيرد فوق بالفورس فينتريكل. بس كده دول المهمين اللي عندك، تمام. يبقى عندك هنا اللاترال فينتريكل، هنا السيرد فينتريكل، وتحت هنا ما بين السيريبيلم والبرين ستيم كان عندك الايه الفورس فينتريكل، وتوصل ما بينهم الاكوداكت، تمام. ايه وظيفة بقى اللاترال فينتريكل ده؟ في الكرويد بليكسس، ودي عبارة عن شبكة كده من الارتريز، دي بتسحب لك ال سي اس اف من الدم، تمام، دي بتكون لك فورميشن اوف لارج اماونت اوف سي اس اف اند اتس سيركيوليشن، بتكون لك الكمية الاكبر او معظم السي اس اف بيتكون لك من الكرويد بليكسس دي، ودي مهمة جدا، تمام. نيجي بقى ايه للبعبع ده، الحاج الفانكشنال اريا ده، تمام، وان شاء الله يعني سهله وبسيطه، نحاول ابسط عليكم خالص، وانا يعني مختصرها قدر الامكان يعني،
تمام، ان هي مليانه تفاصيل ما لهاش لازمه. طيب الفانكشنال اريا دي عباره عن ايه؟ قسمت السيربروم تمام ليه لوبس، تمام كل لوب جواه حته بتعمل حاجه معينه، دي هي الفانكشنال اريا. دول عددهم كام؟ من 47 ل 52. هما 47 ليهم رقم، الخمسة الباقيين باقي ال52 دول مالهمش رقم، يبقى 47 ليهم رقم، الخمسة التانيين مالهمش رقم. طيب قبل ما نقول الفانكشنال اريا برضو في حاجة تانية عايزين نقولها، ان السيربرم الوظيفة بتاعته الفانكشن بتاعته بتكون انفيرتد. يعني ايه انفيرتد؟ يعني الرايت تمام هيمسفير بيتحكم في الليفت هيمسفير. يعني لو واحد بيكتب بالرايت يبقى عنده ايه الدوميننت، فلسه مش الدوميننت لسه. تمام، يعني الرايت هيمسفير بيتحكم في الليفت هالف اوف ذا بادي، وده اللي بيعمل لك الهيمسفيريك دوميننس. تمام، طب الليفت هيمسفير بيتحكم لك في الايه، في الليفت في الليفت هيمسفير الرايت بتاع البادي. طيب كونفرتد يعني ايه كونفرتد؟ تمام، عندي مثلا نقول مثال مثلا يعني اريا 4 تمام، دي هنقول عليها دي اريا موتور برايمري موتور. اريا 4 فين؟ في الرايت، يبقى تتحكم لك في الموتور بتاع ايه، بتاع الليفت ده اول حاجة. تمام، في الرايت هيمسفير الرايت موتور تتحكم لك في الليفت بتاع البادي، الليفت موتور بتاع البادي. طيب ده الانفيرتد. طيب كونفيرتد يعني ايه؟ يعني مقلوبة. يعني شايف اريا 4 دي ليها اجزاء، الجزء العلوي بتاعها بيتحكم لك في الموتور اللور بتاعك، بتاع الجزء الليفت. طب الجزء اللور بتاع الاريا 4 بيتحكم لك في الجزء الابر بتاع الموتور. تمام، يعني ايه عشان برضو ايه اقولها اكتر، ادي عندك اريا 4 وادي اهو نورها. تمام، الضحكة الحلوة فين؟ اهي. تمام، ادي ال احنا هنا في الجنب الايه، يعني اعتبر ان دي رايت. تمام، رايت الموتور هيتحكم لك في ايه بقى؟ في الليفت بتاع البودي هنا. تمام، طيب الجزء بقى الابر منها، تخيل قسمناها نصين، الابر منها هيتحكم لك في اللور موتور. طيب اللور منها هيتحكم لك في الجزء الايه الابر الموتور. تمام، يبقى كل حاجة معكوسة. ده الفرق بين كلمة inverted و converted، دي الوظيفة بتاعت السيربو. طيب تمام، سيب نور ما نمسحوش، نور حلو. طيب نخش على ال hemispheric dominance. ال hemispheric dominance ده بيظهر معاك انه بيقول لك ايه، مش كل الناس عندها نفس الهيمسفير هو اللي شغال اكتر، في ناس عندها الرايت هيمسفير شغال اكتر والليفت هيمسفير شغال اكتر، لكن هما الاثنين شغالين. تمام، عشان محدش يشغل دماغه، هما الاثنين شغالين لكن واحد بيشتغل اكتر من التاني. طيب ده بيعمل لك ايه؟ مثلا لو واحد عنده الليفت هيمسفير هو اللي شغال اكتر، تمام الليفت شغال اكتر، الشخص ده هيحصله حاجتين. تمام، باختصار شديد هيكتب الرايتنج بالرايت يعني عكسه. تمام، في حاجة تانية هنقولها قدام ولا اقولها يلا؟ تمام، اسمها لانجويج سنتر. لانجويج سنتر، اللانجويج سنتر ده مسؤول عن اللغة. تمام، اللغة اللي انت بتكتبها، تمام، واللغة اللي انت تتكلمها، واللغة اللي انت بتسمعها، الحاجات دي كلها دي اسمها language center، مسؤول عن اللغة بتاعتك. تمام، ده بيبقى في السيم هيمسفير، يعني فوقك من دي. تمام، اعتبر ان ده هيمسفير عادي ايا كان رايت او ليفت. تمام، الرايتنج بيبقى اوبوزيت واللانجوج سنتر بيكون سيم. سيم يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي الليفت هيمسفير هو الدوميننس هكتب بالرايت هاند، تمام هكتب بالرايت هاند،
واللانجوج سنتر عندي هيبقى في السيم هيمسفير، يعني في الليفت هيمسفير. تمام، اللانجوج سنتر ده اللي هو باين اريا 22. تمام 22، 22. تمام، اللانجوج سنتر ده اللي هي اريا 22 دي هتبقى موجودة عندي فين؟ في الليفت، في نفس الهيمسفير، لكن انا هكتب بالرايت. عشان كده بنقول الرايتنج ده اوبوزيت، واللانجوج سنتر ده هو الايه، السيم، في السيم هيمسفير. تمام، طيب ده كان بالنسبة للهيمسفيريك دوميننس. نخش بقى على الايه بقى. الامبورتنت اريا، نخليهم الاتنين جنب بعض. ايه ده، ما بقوش جنب بعض، نص تاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحتة دي عايزة لها بق قهوة والله. في حتة بس ايه مقلتهاش، ان هي ان الطفل بيتولد من غير دوميننس. تمام، بيتولد من غير دوميننس، بعدين بيظهر ايه بعد كده الدوميننس، يبقوا الاتنين شغالين زي بعض. تمام، اول ما يتولد. طيب نكبر دي برضو، يلا ما جاتش على دي يعني، عشان خاطر ما تزعلش. يلا اها، طيب تمام. طيب نيجي بقى للايه، للفانكشنال ارياز اللي عندنا. لو فاكرين بقى الجنرال فانكشن اللي قلت لكم عليها في الاول خالص، قلتلكم ركزوا عليها عشان خاطر دي هي اللي هتلخص لك الدنيا كلها. تمام، هذا الفرونتال اهو، الفرونتال ده فيه ايه، وان هو موتور، فكل حاجه فيه موتور، ما دي بس بتاعت الاي فيلد، ودي برضو موتور حركه العين، فمفيش حاجه. تمام، البرايتال ما فيهاش حاجه غير السنسوري جنرال سنسيشن، الاوكسيبيتال فيجن، تمام، التيمبورال اودوتري والفاكتوري. تمام، فمفيش حاجه فيها ايه مختلفه. طيب نمسك اول حاجه الفرونتال لوب. فرونتال لوب تمام، اللي هو الجزء اللي بالازرق ده بس، عشان تبقى برضو عينك معايا. الفرونتال لوب ده، الفرونتال لوب ده فيه ايه، فيه عندي اريا 4 و6 و8 و44 و45. اريا 4 دي عبارة عن برايمري موتور. تمام، البرايمري والسكندري والاسوشيشن دي عبارة عن ايه، انا مثلا تمام ادي دكتور نور اهو رايح الجامعة. تمام، والضحكة الحلوة اهي، ماشي، لا مش دي. ما بتتمسحش ليه؟ اهي. لا ده طيرت وشي كله، فاخي يقول لي الفيديو ليه بيطول. تمام، رايح الجامعة، فبتحرك عشان اروح الجامعة، فدي حركة دي في الاول خالص انا عايز اعمل حاجة، فاول حركة انا بعملها دي اسمها برايمري. برايمري اول حركة انا بعملها، ودي تبقى مش منظمة، اسمها ان كوردينيتد. كوردينيتد يعني منظمة، ان كوردينيتد يعني غير منظمة. دي اول حاجة خالص اسمها البرايمري. تمام، حركة كده بعملها. طيب الحركة دي انا عايز انظمها، ابقى حركتي منظمة، بستخدم الايه، بستخدم السكندري. تمام، السكندري دي بتخلي لي حركة coordinated، يعني حركة منظمة. طيب أنا رايح فين؟ رايح الجامعة. تمام، راكب ولا ماشي ولا ايه، فبتحرك ازاي واروح فين، ال ان اكون مدرك الحاجات دي كلها، دي اسمها الاسوشيشن. يبقى عندي برايمري دي الحركة الأولى، بتبقى مش منظمة، incoordinated.
طيب عايز اخلي الحركه منظمه سكندري تبقى كو اوردينيتد. طيب انا بتحرك فين وبروح ايه وبعمل ايه؟ اسوشيشن. كذلك برضو في اللي هنقولها في الاوديتوري وفي الفيجن وفي السنسوري نفس الكلام، بس خليك ايه يعني لازم تكون فاهمه يعني ايه برايمري يعني ايه سكندري ويعني ايه اسوشيشن. طيب ايريا 4 هي البرايمري موتور، الحركة الأولى تبقى مش منظمة ان كوردينيتد، عايز اخلي الحركة منظمة بري موتور او سكندري موتور، بس هي اسمها هنا بري موتور، تبقى ايريا 6 منظمة كوردينيتد. طيب الباقي بتاع الفرونتال لوب الأرقام الباقية هي دي الأسوشيشن بس مش مكتوبة، تمام؟ فأنت تعتبر إن مفيش أسوشيشن بس هي باقي الأرقام بتاعة الفرونتال لوب. طيب إيريا 8 دي مسؤولة عن حركة العين، الموتور بتاعة العين، بتتحرك عينك فوق وتحت ويمين وشمال، دي اسمها فرونتال أي فيلد، تمام؟ حركة العين دي إيريا 8. طيب إيريا 44 و45 دي مسؤولة عن السبيتش عن الكلام. شوفوا مع الرسمة كده إيريا 4 6 8 44 و45، تمام كده خلص الايه الفرونتال لوب. نيجي للبرايتال لوب، تمام عندي اريا 3 1 2 برايمري سنسور، برايمري سنسوري انا بحس بحاجه، تمام الاحساس الاول ده هو ده البرايمري، تمام عشان الاحساس ده يكون منظم او اعرف انا بحس بايه دي اسمها السكندري، تمام دي حاجه قويه حاجه ضعيفه اعرف انا بتشك بايه، دي كلها اسوشيشن. يبقى ده الفرق ما بين البرايمري والسكندري والاسوشيشن. برايمري سنسوري دي اللي هي اريا 3 و1 و2 اللي احنا هنا، احنا هنا في البرايتل، تمام دي البرايتل اريا 3 و1 و2 اهي، 5 و7 الاسوشيشن، من 5 و7 اهي اسوشيشن، تمام. السكندري دي الوحيده اللي ملهاش رقم، احنا قلنا في 5 اريا ما لهمش رقم، تمام دول منهم اللي هي السكندري سنسوري دي ملهاش رقم. في حاجه برضو خدت بالي منها ان هي ال اه ال اريا 43 اللي هي التيست جاستاتوري، تمام دي تبقى موجوده اهي، هي مش في الاوكس مش في ال مش في التيمبورال تحت، تمام هي فوق اهي اريا 43، فدي معلش غلطه كده يعني، المفروض اريا 43 دي تبقى معاهم فوق وهحطها هنا عشان خاطر ايه ما تتوهش من هنا. اريا 43 اللي هي الايه التيست اللي مسؤول عن التذوق، تمام في البرايتل. طيب نيجي كده خلصنا الفرونتال والبرايتل، نيجي نخش على الاوكسيبيتال، الاوكسيبيتال اللي هي اللي ورا دي، تمام عندي في الاوكسيبيتال اريا 17 و18 و19، 17 دي البرايمري، 18 السكندري، 19 الاسوشيشن فيجوال، تمام اهم 19 17 18 17 18 و19، تمام دول الايه الاوكسيبيتال لوب. طيب نيجي للتمبورال، التمبورال عندي الاوديتوري، عندي برايمري وسكندري وبرايمري واسوشيشن، تمام الدكتور قال ان برايمري 41 والسكندري 42، بس هي مكتوبه في الجدول دي برايمري ودي اسوشيشن مفيش سكندري، بس هي يعني مفيش فرق، تمام مش مهم التفاصيل الدقيقه دي قوي، تمام اعرف بس ان هي مسؤوله عن الاودوتري. طيب دي 41 مسؤوله عن البرايمري، 42 اسوشيشن اهم 41 42، وبعدين اريا 21 دي الاوفاكشن، تمام فين 21 اهي، 21 دي الاوفاكشن، وعندي اريا 22 دي اللي قلنا عليها بتاعت اللانجويج سنتر، دي مهمة جدا، تمام لانجويج سنتر اهي اريا 22 دي. طيب ايه هي قصة اريا 22 دي؟ انا عندي اللانجويج، تمام انا بتكلم لغة فبتكلم سبيكينج وبكتب لغة برضه وبكتب رايتنج، فاللغة اللي أنا بكتبها وبتكلمها هي دي المسؤولة عنها اريا 22 اللي هي اسمها الايه رينكس لانجوج، مسؤول عن اللانجوج اسمها رينكس اريا مسؤول عن اللانجوج، تمام
كده ايه خلصنا كل الفانكشنال اريا. يبقى عندي فرونتال اريا 4 6 8 44 45، برايمري بري موتور او سكندري فرونتال اي فيلد والسبيتش. اريا 3 1 و2 واللي هنا ملهاش رقم، واريا 5 و7 دول الايه السنسوري برايمري سكندري اسوشيشن، تقول نضيف معاهم ال 43 اللي هي التيست جستاتوري. طيب اوكسيبيتال 17 18 19 برايمري سكندري اسوشيشن، تيمبورال 41 برايمري 42 اسوشيشن، 21 اولفاكشن، 22 الرينكس لانجوج مثلا لانجوج. تمام كده ايه خلصت الفانكشنال اريا. طب بصوا يا شباب، اللوكيشن ده مهم ان انت تعرفه. تمام يعني ممكن تقراهم، تحاول تتخيلهم كده في دماغك. تمام من الرسمة اللي فوق دي وهتسهل عليك اللوكيشن. يعني بص كده مثلا على مكان الحاجة وبعدين بص على اللوكيشن بتاعها. انت بس لو رسمت اماكنهم كده في دماغك هتعرف هما فين بالظبط، مش هتحتاج تحفظهم قوي يعني. المهم بس الايه اللي تعرف الفرونتال والرقم بتاعها واسمها ايه وبتعمل ايه. تمام الجزء ده بس هو المهم قوي يعني. ممكن اللوكيشن ده برضو تبص عليه يعني. تمام طيب، ودي قلنا دي مشطوبة تبقى فين؟ في البرايتل. تمام انت هنا ما بس كده، ده كل حاجة في الفانكشنال اريا. طيب نخش بقى على ايه بقى، بلاد سبلاي. بدأنا بقى في الحاجات الحلوة السهلة الجميلة دي. طيب البلاد سبلاي عندك ايه هو اللي بيغذي السيربروم؟ حاجتين، حاجة اسمها فيرتيبرو بازلر سيستم وانترنال كاروتيد ارتري سيستم. طيب نبدأ بالفيرتيبرو بازلر سيستم. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اني عندي ارتري اسمه ساب كليفيان ارتري، بيطلع منه 2 فيرتيبرال ارتري. تمام 2 فيرتيبرال ارتري، الاتنين فيرتيبرال ارتري دول يمشوا ويطلعوا في السيرفايكل لغاية الفورام الماجنوم. تمام بيطلع احنا طالعين من تحت لفوق، فيروح للمظلة اوبلونجاتا. المظلة اوبلونجاتا يسيبها وبعدين يخش على اللور بوردر بتاع البونز. عند اللور بوردر بتاع البونز الاتنين دول الفيرتيبرال ارتي دول هيدخلوا مع بعض ويكونوا بازلر ارتي. تمام قدام البونز. طيب نطلع الابر بوردر بتاع البونز، هيتقسموا تاني لفرعين بوستيريور سيريبرال ارتي رايت وليفت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندك اهو نبدأ بالساب كليفيان ارتري الكبير. تمام ساب كليفيان ارتري هيطلع لك منه 2 ارتري اصغر اسمهم ايه فيرتبرال ارتري، 2 فيرتبرال. تمام الاتنين دول يخشوا الفورام الماجنوم ويطلعوا لغاية المظلة اوبلونجاتا، يطلعوا البونز عند اللور بوردر بتاع البونز، هيتحدوا مع بعض تاني ويكونوا لك بازلر ارتري. يبقى الاتنين دول هيتجمعوا مع بعض ويكونوا لك بازلر ارتري واحد بس اهو، ده البازلر ارتري الكبير. نطلع عند الابر بوردر بتاع البونز هيكون اسمه تاني، يدولك فرعين اصغر اسمهم ايه 2 بوستيريور سيريبرال ارتري اهم رايت وليفت. تمام ده البوستيريور سيريبرال ارتري، ده البازلر. تمام وده ال vertebral وده الساب كليفيان. تمام يبقى الساب كليفيان طلع اتقسم لاتنين فيرتبرال، الاتنين فيرتبرال دول اتحدوا مع بعض تاني كونوا لك واحد بازلر. البازلر ده اتقسم تاني بقى رايت بوستيريور وليفت بوستيريور سيريبرال ارتري، ده اسمه الايه الفيرتبرو بازلر سيستم. تمام المختصر بقى اللي انا عايز اعرفه ايه، ان البوستيريور سيريبرال ارتري اللي هو ده بيطلع منين؟ بيطلع من البازلر ارتري بس، ده مهم اللي في الكلام ده كله. تمام بازلر ارتري بيطلع لك الاتنين بوستيريور سيريبرال ارتري. طيب الانتيريور والميديال سيريبرال ارتري بيطلع منين؟ بيطلع من الانترنال كاروتيد ارتري. ايه اللي بيحصل؟ الانترنال كاروتيد ارتري ده بيخش برضه السيرفايكل والسكال من حاجه اسمها الكاروتيد كانال. تمام وخلي بالك من دي،
هنا الفيرتيبرال دخل ال اسمه ده ال اه الفيرتيبرال دخل ال السكال عن طريق ايه؟ عن طريق الفورامين الماجنم عادي. ده ليه قناة مخصصة أو مجرى مخصص اسمه الكاروتيد كانال، فتحة مخصصة اسمها كاروتيد كانال، ويخش الكرينيال كافيتي، وبعدين هيتقسم لفرعين انتيريو سيريبرال ارتري ميدل سيريبرال ارتري. تمام، يبقى ده دي رسمة الفيرتيبرو بازلر. عندي الانترنال كاروتيد ارتري، ارتري كبير مش هيعمل حاجة خالص، هيتقسم اسمه ايه ده انتيريور رايت وليفت، ويطلع منه برضو الميدل رايت وليفت. تمام، هنشوفهم في الرسمة تحت. يبقى عندي مهم اللي انا اعرفه ان الانتيريور والميدل بيطلعوا منين؟ من انترنال كاروتيد ارتري. تمام، طب البوستيريور بيطلع منين؟ بيطلع من البازلر ارتري. تمام، المغرب أذن، نروح نصلي وإيه ونيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قعدنا من الصلاة كده فايقين تمام ونشيطين، عشان أصلا كنت حاسس إن قربت أفصل يعني. كنا وقفنا آخر حاجة عند البلاد سبلاي. تمام، سيبك من كل الكلام المكتوب ده. تمام، المهم بس تعرف إيه إن البازلر البوستيريور سيريبرال أرتري بيطلع لك من البازلر أرتري. تمام، الأنتيريور والميديت بيطلع لك منين؟ من انترنال كروتيد ارتري. تمام، ده اهم حاجه، ودول انا ملخصهم كلهم هنا اهم. سيريبرال ارتريز عندك الانتيرو سيريبرال ارتري، ميدل سيريبرال ارتري، بوستيرو سيريبرال ارتري. طبعا كل واحد فيهم ليه رايت وليفت، رايت بيغذي رايت هيمسفير، الليفت بيغذي الليفت هيمسفير. دول الاثنين دول بيطلع لك من الانترنال كروتيد. تمام، والاخير البوستيرو سيريبرال ده بيطلع لك من الفيرتبرال ارتري. تمام كده ايه خلصنا ال يعني دول قلنا بيطلعوا منين، ال origin بتاعهم يعني بيطلعوا منين، ال anterior middle posterior. طيب التلاتة دول بيعملوا لك حاجة اسمها circle of wheels. circle of wheels دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن anastomosis أو شبكة between ال vertebral basilar system وال internal carotid artery. يعني ال arteries دول ال internal بتوع ال internal carotid artery وبتوع ال vertebral اللي هما دول بيتحدوا مع بعض، بيتجمعوا مع بعض كده، بيعملوا لك السيركل اوف ويلز دي. تمام، تبقى موجودة فين؟ تبقى موجودة في البيز اوف برين، في الانتر بيدانكلار فوسة. مكتوب انتر بيدانكلار فوسة او بيز اوف برين عادي، هي هي. طيب دي بقى بتكون لك ازاي؟ تمام، مركز كده. عندك ادي الانتيريور سيريبرال ارتري ده. تمام، كل ده anterior cerebral artery. طيب وده middle cerebral artery. تمام، middle cerebral artery، وده posterior cerebral artery. posterior cerebral artery تمام. طيب عندك ال anterior cerebral artery بتوصله بحاجة اسمها anterior communicating artery. فين ده؟ اهو احنا قلنا ده ال anterior. تمام، ال anterior communicating artery اللي هي الوصلة دي، ال communicating artery ده وصل لك ال anterior right بال anterior left. ده ال anterior right اهو، وده ال middle هنا، وده البوستيريور. فالمهم الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري ده وصل لك الايه؟ الانتيريور رايت بليفت. طيب البوستيريور البوستيريور سيرفر ارتري بيتوصل بحاجه اسمها بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري برضو. تمام، فين البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري؟ اهو ادي البوستيريور تحت، وادي البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري، وادي البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري اهو، كل ده. فالمهم يعني انه بعد ما تتوصل كل الحاجات دي كلها هيعمل لك شكل زي الايه؟ السيركل كده. تمام، ادي الانتيريور اهو والميدل والبوستيريور، وصلت الانتيريور بانتيريور كوميونيكيتنج،
ووصلت البوستيريور كوميونيكيتنج بالميدل، تمام؟ فعمل لك الشكل ده، الشكل ده اسمه ايه؟ سيركل اوف ويلز، تمام؟ يبقى هو مكوناته ايه؟ انتيرو سيربرال ارتري، ميدل سيربرال ارتري، بوستيرو سيربرال ارتري. الاثنين انتيرو بتوصلوا بالانتيرو كوميونيكيتنج، الاثنين بوستيرو بتوصلوا بالبوستيرور كوميونيكيتنج، تمام؟ طيب بتسبلاي ايه؟ هي فين؟ موجودة في الانتر بيدانكولار فوسة، بتسبلاي اي حاجة تبع الانتر بيدانكولار فوسة، تمام؟ يبقى عندها سيركل اوف ويلز ايه هي، تمام؟ ايه الاجزاء بتاعتها وبتدي ايه سبلاي لايه، تمام؟ طيب دي كانت الايه السيريبرال ارتري. طب السيريبرال ارتري دي لما بتخش السيريبروم بتغذي ايه؟ احنا قلنا فوق هي بتطلع منين وبتتجمع مع بعض ازاي وهكذا. دي بقى نشوف بقى بتغذي ايه بقى جوه السيريبروم احنا بنتكلم عنه. عندي من اللاترال سيرفيس وعندي من الميديال سيرفيس. من اللاترال سيرفيس اللي هو اللي فوق ده هلاقي ان الانتيرو سيريبرال ارتري بيغذي الابر 1 انش اللي هو الحته دي كلها، ابر 1 انش الجزء اللي فوق الصغير ده. طب الميديال سيريبرال ارتري بيغذي لك معظم اللاترال سيرفيس، والبوستيريو سيريبرال ارتري بيغذي لك التيمبورال اللي هما اللي تحت، التيمبورال والاوكسيبيتال، الحته اللي تحت دي تيمبورال والاوكسيبيتال، تمام؟ ده اللاترال سيرفيس. الميديال سيرفيس اللي هو اللي من جوه عندك، احنا يعني بننسب الحاجات دي كلها للكورباس كالوزم، اهي الكورباس كالوزم، تمام؟ الانتيريور بيبقى الجزء السوبيريور بتاعها، سوبيريور للكورباس كالوزم. طيب البوستيريور، بوستيريور للكورباس كالوزم هنا، تمام؟ الميدل، الميدل بيغذي التيمبورال بول، الحته دي تيمبورال بول الجزء الصغير ده، تمام؟ يبقى عندي اللاترال سيرفيس، ادي الانتيريور، الميدل، البوستيريور. الميديال سيرفيس ادي الانتيريور، الميدل، تمام؟ الميدل اللي هو اللي تحت ده، وادي البوستيريور كل ده. البرانش دي اسمه ايه؟ البرانشات دي اسمها ايه؟ اسمها كورتيكال برانش، اللي هي الحاجات العامة اللي بتغذي لك السريبرام كله، أجزاء السريبرام من بره. طيب الجزء اللي في النص ده، السنتر ده، قلنا في كورباس كالوزم وفي داينسيفالون وفي لاترال فينتريكل، الحاجات دي كلها دي بتغذيهم، دي الجزء اللي هو الوايت ماتر بتاعنا، تمام؟ بتغذيه ايه؟ بتغذيه حاجة اسمها سنترال برانشز، من اسمها برانشز بتخش من البتاع دوت الانتيرو والميدل والبوستيريور، بتخش السنتر، اسمها سنترال برانشز. دي عبارة عن بيرفوريتنج برانشز بتسبلاي الديب ستراكشر زي الايه الداينسيفالون، وهنا برضو الكورباس كالوزم والحاجات دي كلها، ودول ان شاء الله نقولهم لما نيجي للجزء الوايت ماتر، تمام؟ فكك منها يعني، المهم عندي بس دلوقتي دول، تمام؟ طيب ده كان بالنسبة للارتيريال. الفينز، الفينز عندي اتنين مهمين، سوبر فيشيال سيريبرال فين وديب جريت سيريبرال فين. الاتنين دول بيتجمعوا مع بعض بيخشوا لك حاجة اسمها الفينوس ساينس. الفينوس ساينس ده بيخش مع ده ويكون لك حاجة اسمها الفينوس ساينس، تمام؟ طيب ده كان بالنسبة للفين. الابلايد اناتومي، تمام؟ احنا قلنا عندنا انتيريور وميدل وبوستيريور. طيب الانتيريور والميدل دول لو حصل فيهم ستروك او جلطة او اي حاجة اثرت على الاتنين دول، تمام؟ الانتيريور بيغذي الجزء اللي هو مسؤول عن، لو حصل مشكلة في الانتيريور او ستروك فيه هيتأثر عندك اللور ليمب، تأثر عندك اللور ليمب. طب لو تأثر الميدل حصل فيه ستروك هيتأثر لك كل الجسم ما عدا اللور ليمب، تمام؟ يبقى ادي ايه دكتور نور اهو، تمام؟ كل اللي فوق ده ميدل، كل اللي تحت ده انتيريور، تمام؟ لو تأثر الميدل هيتأثر الجزء اللي فوق، لو اتأثر الانتيريور هيتأثر اللور ليمب بس. طيب اتأثر ده هيتأثر يعمل له ايه؟ هيتأثر لك الموتور، تمام؟ لو انت عملت الانتيريور سيربر ارتري بيغذي الجزء الموتور تحصل لك هيميبليجيا، تمام؟ مشكلة في الموتور. طب سينسوري،
لو انت حصل لك مشكله سنسوري، حصل لك هيمي اناسيزيا، انت ما تحسش، ودي مش هتتحرك ودي مش هتحس، تمام؟ مرزق انت وضربت الاتنين مع بعض هتعمل ايه؟ تعمل لك هيمي بليجيا وهيمي اناسيزيا الاتنين مع بعض، تمام؟ بعد كده البوستيريور، البوستيريور سيريبرال ارتري ده بيبقى مسؤول عن الهيرنج والفاكشن والفيجن، تمام؟ اهم الهيرنج والفاكشن والايه والفيجن، بيبقى كونترالاترال، يعني ايه؟ يعني الرايت بوستيريور لو حصل فيه انجري هيتأثر لك الليفت هيرنج، الليفت اولفاكشن، الليفت فيجن. طب لو عملت الليفت بوستيريور هتأثر لك الرايت هيرنج، الرايت اولفاكشن، الرايت فيجن، تمام كده؟ ايه خلصت ال ايه ده؟ هي بتاعتي متكررة مرتين ولا بتهيألي؟ تمام اتقضيت والله. تمام كده نكون خلصنا المحاضرة، تمام؟ يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا، حاولت انا ابسط قدر الامكان المحاضرة، تقيلة بس انت المرة في التانية في التالتة ان شاء الله تقرا البي دي اف كده، والمهم اللي فوق دوت، تمام؟ كل ده راغي والله العظيم، كل ده راغي. لو انت بس اللي مش في دماغك الرسمة دي، فين الرسمة؟ اهي، لو انت مش في دماغك الرسومات دي والله العظيم ما تعرف تحفظهم، تمام؟ عشان كده ايه، امسك ورقة وقلم، حاول ترسمهم في دماغك. عارف انا حركة البنات دي، تقعد ترسم لك احمر واخضر وازرق وبرتقاني ولموني وبتاع الحاجات دي كلها، تمام؟ الولاد هو بس هيمسك لك قلم جاف ازرق كده ويقعد يرسمهم كلهم، تمام؟ حاول يعني تثبت الصورة دي في دماغك، تمام؟ وهتجمع عليها كل حاجة، تمام؟ اخر حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد هنا يا عم تعالى، وخد هنا تعالى يا حاجة، مش في بارت 2 لسه؟ اقعد هنا، تمام؟ كمل إن شاء الله بارت 2، نسمي الله كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ دينا السيربرام بارت 2. نتكلم إيه بقى في الجزء ده؟ من اللي فات اتكلمنا عن الجري المطر، السالكس والجايروس والفانكشنال اريا والبلاد سبلاي، الحاجات دي كلها، تمام؟ تبع الجري ماتر. هنا بقى في الجزء التاني نتكلم عن الوايت ماتر بتاعت السيريبروم. طيب الوايت ماتر دي عبارة عن ايه؟ قلنا عبارة عن نيرف فايبر، تمام؟ نيرف فايبر دي عبارة عن ايه؟ الاكسون والدندرايت والحاجات دي كلها، دي بتكون لك باندل وتراكت وفاسيكولاس. طب ايه الفرق بين التلات حاجات دول؟ التراكت او الفاسيكولوس، تمام؟ التراكت معناها ايه؟ دي المفروض في نيكولاس مش فاسيكولوس، بس المهم مين، تمام؟ التراكت معناها ايه او الفاسيكولوس؟ هي نفس الاسم، دي عبارة عن كوليكشن من النيرف فايبر ليها السيم اوريجين، طالعة من نفس الحتة، سيم باس واي تمشي مع بعض، سيم فانكشنال ليها نفس الوظيفة، تمام؟ يبقى التراكت او الفاسيكولوس نفس الاوريجين، نفس الباسوي، نفس الفانكشن. الباندل دي عبارة عن كوليكشن من النيرف فايبر، بس مش نفس الحاجات دي، تمام؟ طيب التراكت عندي اتنين تراكت مع بعض او اكتر، جمعت اتنين تراكت او اكتر، تمام؟ سميتهم لمينيسكوس. جمعت كذا المينيسكاس مع بعض بسموهم فينيكيلوس او كولمز، يبقى عندي اصغر حاجه ايه؟ التراكت. بعدين جمعت كذا تراكت مع بعض عملوا لي المينيسكاس، جمعت كذا المينيسكاس مع بعض عملوا لي ايه؟ عملوا لي فينيكيلوس، تمام؟ ده الفرق بين التلات حاجات دول. طيب نيجي بقى نتكلم عن الوايت ماتر. الوايت ماتر دي قلنا ليها تلات تقسيمات، عندي association fiber ودي هي الصح connecting the different area of the same cerebral hemisphere، تربط لك ال different area بتاعت ال same cerebral hemisphere، يعني اربط frontal parietal occipital مع بعض، التلاتة مع بعض لنفس ال cerebral hemisphere، تمام؟ وهكذا ان شاء الله نقولهم بالتفصيل. طيب ال commissural دي بتربط لك ال similar areas of both cerebral hemisphere، نربط فرونتال بفرونتال، برايتال ببرايتال، اوكسيبيتال اوكسيبيتال، وهكذا. طيب
البروجيكشن فايبر دي قلنا اسندنج وديسندنج. الاسندنج اسمها كورتيكو بيتال والديسندنج اسمها كورتيكو فيوجن. اسندنج وديسندنج يعني حاجات طالعة ونازلة بتربط لك السيربروم بباقي أجزاء الجسم. تمام، طيب نبدأ بالاسوشيشن فايبر. عندي نوعين من الاسوشيشن فايبر، نوع اسمه شورت ودي بتربط النير ارياز مع بعض. تمام، اريا هنا مع اريا هنا مع اريا هنا، حاجات كده صغيرة خالص جنب بعض تربطها. تمام، اللي هي الفانكشنال اريا، لكن ده مش علينا يعني، مش علينا تفاصيل، دي اسمها شورت بتربط النير ارياز مع بعض. طيب عايز اربط بقى لوبس كبيرة ببعض، اعمل ايه؟ استخدم اللونج اسوشيشن فايبر. اللونج اسوشيشن فايبر، طيب اول واحد اسمه ايه؟ superior longitudinal long association fasciculus. superior long association fasciculus اهو ده superior. واحد تاني اسمه inferior long association fasciculus اهو inferior long association fasciculus. طيب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ السوبيريور بيربط لك الفرونتال بالبرايتال بالاوكسيبيتال، فرونتال بالبرايتال بالاوكسيبيتال. تمام، ده السوبيريور. طيب الانفيريور بيربط لك الايه؟ التمبورال بالاوكسيبيتال. اهو الانفيريور ربط لك التمبور كلها بالاوكسيبيتال. تمام، يبقى عندي سموهم لك كده ايه بعيد، عندي الفرونتال برايتال اوكسيبيتال، ده السوبيريور لونج التمبورال و مع الاوكسيبيتال برضو تمبورال اهي مع الاوكسيبيتال، الانفيريور لونج البرايتال قصدي مع ال اسمه التمبورال مع الاوكسيبيتال، صح لخبطت حاجه. تمام صح، التمبورال مع الاوكسيبيتال ده الانفيريور. تمام، فرونتال برايتال اوكسيبيتال سوبيريور تمبورال اوكسيبيتال انفيريور. تمام، دول السوبيريور والانفيريور. طيب عندي حاجه تانية اسمها السنجولم. السنجولم ده بيربط لي البرايتال مع التمبورال، بيبقى لافف دايره كده اهو، بص فين كل ده لافف حوالين السنتر، ده السنجولم بيربط لك الايه؟ البرايتال اللي فوق، شفت لف فين من فوق نزل لتحت، فهو كده من اسمه. تمام، سنجل لف من فوق اهو ونزل لتحت، ربطه لك بالايه؟ البرايتال فوق بالتمبورال تحت. طيب بعد كده عندي او بيربط لك السنجوليت جايروس بالهيبوكامبوس، يعني ممكن هيها برضه. ادي السنجوليت جايروس هنا، فهتلاقيه في الحته دي كده بيربطه لك مع الهيبوكامبوس. تمام، ممكن تقول البرايتال والتمبورال عادي هي هي. الفرونتال عندي انسينيت. تمام، ده بيربط لك الفرونتال مع التمبرال اهو، انسينيت. تمام، الفرونتال اهي اللي فوق دي مع التمبرال اللي تحت، يبقى نقولهم تاني. superior long association fasciculus. تمام، هنا عندي الفرونتال والبرايتال والاوكسيبيتال. طيب الانفيريور التمبرال مع الاوكسيبيتال، بعدين السنجولم. السنجولم اللي هو اللي بيلف، ربط لك من فوق البرايتال يلف تحت ينزل لفين؟ للتمبرال. بعدين الانسينيت اهو الصغير اللي تحت ده من الفرونتال ونازل للتمبورال. يعني انت كده لو خدت بالك انا ربطت كل الحاجات دي كلها ببعض. تمام، باللونج. طيب نيجي للكوميشرال. كوميشرال دي قلنا ان هي بتربط حاجتين شبه بعض مع بعض. عندي الكوربس كالوزم. تمام، ودي اكتر حاجة مميزة فيهم في الكوميشرال ده، المين كوميشرال فايبر بيربط لك الاثنين تيمبورال، بيربط لك الاثنين برايتال، بيربط لك الاثنين اوكسيبيتال.
مش بيربطهم مع بعض، بيربط كل اتنين مع بعض، بيوصل لك الاتنين تيمبورال، وبيوصل لك برضه الاتنين برايتال، وبيوصل لك الاتنين اوكسيبيتال. اهو ده الكوربس كالوزم، تمام. تلاقيه واخد من الفرونتال البرايتال الاوكسيب التيمبورال البرايتال والاوكسيبيتال والايه والتيمبورال. انا فين انا ده قوي ادي البرايتال والتيمبورال والاوكسيبيتال، تمام. حاسس ان البرين ده غلط كده، بس ده يعني المهم تمام. ده الكورباس كالوزم، وده تفاصيله كتير هنقولها بعدين، نشرحه بالتفصيل. طيب تاني حاجة عندي اسمها الفورنكس. الفورنكس دي بتربط لي الاتنين ليمبك سيستم مع بعض، الجزئين اللي تحت دول، تمام. الاتنين ليمبك سيستم عندي حاجتين، انتيرو كوميشر اتنين فرونتال. بوستيرو كوميشن كوميشر ده بيربط لك الايه التكتوم اللي هي السوبيريور كوليكولاس والانفيريور كوليكولاس. بعدين عندي حاجة اسمها نيوكليوس كده موجودة ورا الميد برين عند الثيرد فينتركل، اسمها هابينيولار نيوكليوس. دي مسؤولة عن الايه، عن الكارديان ريزم اللي هو الايه الجدول يومك يعني، تمام، تنظيم يومك، الصحيان والنوم وبتعمل ايه وكده. دي الهابينيولار نيوكليوس اللي هي خربانة عندنا أصلا يعني. تمام. بعدين الهيبوكامبال كوميشر ده بيربط لك الايه الاتنين هيبوكامبس. يبقى تاني عندنا الكورباس كالوزم ربط الاتنين تيمبورال، الاتنين بارايتال، الاتنين اوكسيبيتال، تمام. الانتيرو كوميشر ربط لك بقى الاتنين فرونتال مع بعض. طيب الفورنكس الاتنين ليمبيك سيستم. البوستيريور كوميشر ربط لك التكتم اللي هما كانوا السبيريور كوليكولاس والانفيريور كوليكولاس، بيربط الاتنين دول مع بعض. الهابينيولار كوميشر من اسمها هابينيولار نيوكليوس، بتربطهم الاتنين مع بعض، ودول دي مسؤولة عن السيركارديان ريزم. هيبوكامبال كوميشر من اسمها تربط لك الاتنين هيبوكامبس مع بعض. طيب نيجي للكورباس كالوزم، دي عبارة عن ايه؟ يقول لك قول لي ايه هي، ما هي وات از ذا كورباس كالوز، تمام. سؤال ريتين حلو كده، هتقولي الديفينيشن لوكيشن شيب بارتس الريليشن الكونكتنج فايبر، تمام. طيب ديفينيشن، ما هي الكورباس كالوز؟ عبارة عن المين كوميشرال فايبر، هي الأساسية الكوميشرال فايبر. طيب لوكيشن تبقى موجودة فين؟ في الميديا سيرفيس بتاع السيريبروم، ادي هو الميديا سيرفيس، وادي الكوربس كالوزم اللي هي بالازرق دي في الميديا سيرفس، وانا دي بتميز برضو الميديا سيرفس لو فاكرين. كوربس كالوزم السي شيب، شكلها سي شيب، تمام. ديفينيشن لوكيشن والشيب. البارتس نيجي بقى الاجزاء المهمه بقى اللي بالاحمر دي هي مهمه. البارتس اجزائها ايه؟ انتيريور من قدام عندك حاجه اسمها الروسترون، ايه الروسترون، بعدين عندك حاجه اسمها جينيو وبادي. الجينيو اللي هي التانية دي، التانية دي اسمها جينيو، البادي الباقي دوت، وبوستيريور السبلينيوم. يبقى ليها أربع أجزاء، فور بارس. انتيريور روستروم، التانية اللي هي اللي بعدين دي اسمها جينيو، وبعدين البادي، وبعدين بوستيريور السبلينيوم. طيب دول الفور بارس. الريليشنز دي الكوربس كالوزم دي حواليها مين، بتوصل بمين؟ من فوق، تمام. احنا قلنا دي الكوربس كالوزم، فاكرين ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ سينجوليت جايروس، تمام، سينجوليت جايروس، وده اسمه سينجوليت سالكس، عشان بيفصل لك الكوربس كالوزم عن السينجوليت جايروس، تمام. اسمه قصدي كالوزال سالكس، سينجوليت سالكس فوق ده السلس. تمام، ما تلخبطوناش. تمام. ده من سوبيريو، فعندك كالوزال سالكس في انتيريور سيريبرال ارتري، بيعدي فيه، بيعدي فين؟ في الكالوزال سالكس. بعد الكالوزال سالكس في الانتيريور سيريبرال ارتري والسينجوليت جايروس، تمام، دي مهمة جدا. طيب ده من السوبيريور من فوق. طب انفيريور عندك اللاترال فينتريكل والداين سيفر،
تمام، اللاترال فينتريكل والداين سيفرم. يا عم امسح. طيب الكونكتنج فايبر، ودي اهم حاجه فيهم، ايه الكونكتنج فايبر؟ عندك الروسترام والجينيو، الروسترام والجينيو بيعملوا لك حاجه اسمها فورسيبس ماينور. فورسيبس ماينور دي بتوصل لك الاثنين تيمبورال مع بعض، تمام. الديسبلينيوم بتعمل لك حاجه اسمها فورسيبس ميجور، بتوصل لك فايبر، بتوصل لك الاثنين اوكسيبيتال مع بعض. البادي بيعمل لك حاجه اسمها تابيتم، تابيتم بتوصل لك الاثنين برايتال مع بعض. قلنا فوق بتوصل لك اتنين تيمبرال واتنين برايتال واتنين اوكسيبيتال، بتوصلهم ازاي؟ الكوربس كالوزم اهم. الروسترام مع جينيو فورسيبس ماينو، سبلينيوم فورسيبس ميجور، بادي التابيتم. فورسيبس ماينور بتوصل لك اتنين تيمبرال، فورسيبس ميجور بتوصل لك اتنين اوكسيبيتال، تابيتم بتوصل لك اتنين برايتال، تمام. ده كده كان بالنسبة لإيه؟ للكوربس كالوزم. في حتة كده الدكتور ما قالهاش بس يعني مكتوب بفعرفها، فانكشن بتاعتها بتعمل لك الايه، الانتر هيمسفيريك ترانسفير اوف انفورميشن اسينشال اوف باي لاترال ريسبونس اند ليرنينج بروسيس. هي توصل لك التلاتة لوبس مع بعض، فهي بتنقل لك الهيمسفيريك ترانسفير انفورميشن، تنقل لك المعلومات ما بينهم، تمام، اعرفها يعني. طب لايت اناتومي، تمام، بيقول لك اه ان هي لو مش موجودة، تمام، كونجينيتال ابسس يعني هي طبيعي يعني مش موجودة أو حصل شلتها يعني أو كده، ده مش هيعمل لك نيورولوجيكال ديفكت، مش هيأثر عليك جامد يعني، تمام. ودي لو حصل فيها انجري هيعمل لك حاجة اسمها سبليت برين سيندروم لو اتصابت الجزء ده. طيب بس هي الدكتور ملهاش يعني ففكك منها يعني. يبقى ده كان بالنسبة للكوربوس كالوزم، ديفينيشن لوكيشن شيب. بعدين بقى ندخل في المهم، بارتس فور بارتس، الريليشن بتوصل سوبيريور وانفيريور، الكونكتنج فايبر هي بتوصل لك ايه. طيب بعدين البروجيكشن دي اللي عبارة عن اسندنج وديسندنج. طيب بالنسبة للبروجيكشن في حاجة عندي اسمها انترنال كبسول، تمام، انترنال كبسول. انترنال كبسول دي عبارة عن ايه؟ زي الوصلة كده اللي ما بينها، بتنزل حاجات تحت وتطلع حاجات فوق، تمام. الحاجات اللي نازله وطالعه بتعدي على الممر ده اسمه الانترنال كبسول. فلو انا عندي حاجه اسندنج، تمام، اسندنج طالعه لفوق كده بتعدي فين؟ اسندنج اهو بيعدي في الانترنال كبسول، اهو بيعدي في الانترنال كبسول، وبعدين هيعمل لك حاجه اسمها الكورونا رادياتا، حاجه كده يطلع بقى الحاجات دي يعني تعمل لك اي حاجة يعني. تمام، دي الاسندنج. طيب الديسندنج من الكورونا رادياتا بيكون لك كورونا رادياتا فوق، وبعدين بتنزل في الانترنال كابسول، وبعدين بتعمل لك الديسندنج اللي هي نازلة لتحت. يبقى عندك اسندنج وديسندنج بيعدوا في الانترنال كابسول، عشان كده دي مهمة جدا. طيب ما هي الديفينيشن بتاع الانترنال كابسول؟ دي عبارة عن نارو تراكت، تمام، بيكولكت الاسندنج والديسندنج فايبر، تمام. اللوكيشن بتاعها في السنتر اوف سيريبرام، موجودة في نص السيريبرام هنا، دي في نص السيريبرام. يبقى عندنا الانترنال كابسول ديفينيشن عبارة عن نارو تراكت بيعدي فيه الاسندنج والديسندنج، وبعدين لوكيشن بتاعها في السنتر اوف سيريبرم، شكلها بيكون ال شيب، ال شيب اهي، ال شيب، تمام، اللي فاتت كانت سي شيب. طيب البارتس بتاعتها عبارة عن ايه؟ ليها انتيريور ليمب والجينيو اللي هي التانية دي والبوستيريور ليمب اهم. انتيرو ليمب الحته البيضه دي، ماشي، وشايفينها ده، هنتكلم عن الجزء ده ال شيب الابيض ده اهو، انتيرو ليمب، الجينيو اللي هي التانية دي والبوستيرو ليمب. طيب
الريليشنز هي بتوصل بإيه؟ عندك حاجة اسمها الكوديت نيوكليوس، وبعدين الصلموس، واللينتي فورم نيوكليوس. دي الرسمة بتاعتهم مهمة. أيه. ادي ال internal كبسول، تمام. دي اللينتي فورم نيوكليوس من بره، من تحت عندك الثالموس، من فوق عندك الكوديت نيوكليوس، تمام. اهم الكوديت واللينتي فورم والثالموس، دول الحدود بتاعت الايه، الانترنال كابسول. طيب، او الحاجات اللي بتوصل بيها. كده خلصنا الريليشنز، نيجي بقى لأهم حاجة، الكونكتينج فايبر. الكونكتينج فايبر عندك الانتيريور ليمب، بيطلع لك منه انتيريور سلاميك راديشن. انتيريور سلاميك راديشن ده بيوصل لك ايه؟ بيوصل لك السلامس بالسريبرال كورتكس، تمام. طيب الجينيو فيها كورتيكو بالبر او اسمه كورتيكو نيوكليار، ده بيوصل لك الموتور اريا والبرين ستيم، تمام. احنا قلنا دي بتوصل لك كل حاجة بقى، مش جوه السيريبرم بس. فأول واحدة بتوصل لك السلاموس والسيريبرال كورتكس، تاني واحدة بتوصل لك الموتور اريا والبرين ستيم، وبعدين البوستيرو ليمب. احنا قلنا الاتنين دول، بوستيرو ليمب ليه انتيريور هالف، نص انتيريور ونص بوستيريور، تمام. الانتيريور هالف عندي النص الانتيريور في حاجه اسمها كورتيكو سباينال تراكت، دي كانت اسمها فوق كورتيكو بالبر، متلخبطش بينهم. كورتيكو سباينال تراكت، تمام. ده بيوصل لك السباينال كورد بالسيريبرال كورتكس، دي اسمها كورتيكو سباينال تراكت. طيب البوستيريور هالف ده بقى ايه؟ متعدد المميزات، صدمس، سوبر فيشال، ديب سنسيشن ارياز، اوبتيك راديشن اريا 17، وديوتري راديشن اريا 41. بوصل لك كل الكلام ده كله، تمام. تعدي في التراكت اللي بيوصل لك كل الحاجات دي. طيب نقولهم تاني، انتيرو ليمب، انتيرو سلاميك راديشن، بيعدي فيه بيكونكت السلامس والسيريبرال كورتكس، الجينيو كورتيكو بالبر، الموتور اريا بتاعت والبرين ستيم، بوستيريور ليمب، انتيريور وبوستيريور، انتيريور نص انتيريور ونص بوستيريور، نص الانتيريور كورتيكو سباينال تراكت، كورتيكو سباينال، تمام، سباينال كورد والكورتكس، بوستيريور سالاموس، سوبرفيشال ديب سنسيشن، اوبتيك راديشن اريا 17، اوديتي راديشن اريا 41، تمام. طيب البلاد سبلاي، لو فاكرين بقى البتاع دوت ال فين، اللهم صل على النبي، صل على النبي، الكورتيكال برانش، وانا بيغذي لك كل اللي بره ده ما عدا السنترال اللي في النص، تمام. السنترال برانش بقى هي دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هو اللي بتغذي لك الحته دي كلها، تمام. ايه اللي بيغذي لك؟ الانترنال كبسول دي مهمه جدا، تمام. انتيرور بارت بتاعها انتيرور سيريبرال ارتري، الميدل بارت بتاعها بيغذي لك الميدل سيريبرال ارتري والسيركل اوف ويلز، والبوستيرور بارت بتاعها بيتغذى بايه؟ من بوستيرور سيريبرال ارتري، انديرو انتيريور ميدل ميدل مع السيركل اوف ويلز، والبوستيرور بالبوستيرور. الابلايد اناتومي، لو حصل لك سيريبرال ارتري ستروك، تمام، يحصل لك كونترالاترال هيميبليجيا وهيمي اناسيزيا. كونترا لاترال هنا اللي فاتت كانت عادية، تمام، ما عدا دول بس، تمام، دول كونترا لاترال دول عادي، لكن هنا دي كونترا لاترال هيمي بليجيا، تمام. كده بقى ايه، خلصنا المحاضرة، تمام، كلها خلاص بقى، تمام. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا، متنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.